السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معاكم محمد عزيز. دي المحاضرة رقم 7 في كورس Digital Marketing Fundamentals. النهاردة هنتكلم عن الـ Content Marketing. الـ Content Marketing ببساطة كتعريف كترجمة ما هي إلا التسويق باستخدام المحتوى، لأن في ناس فاهمة بالمقلوب، فاهمة Content Marketing يعني تسويق المحتوى. تسويق المحتوى معناها لو ده المحتوى أنا بسوقه، يعني ده المحتوى بتاعي أنا بسوقه أنا بنشره، خلاص؟ الحقيقة بتقول ان التسويق باستخدام المحتوى اللي هو الـ Content Marketing هو ده المصطلح الحقيقي، التسويق باستخدام المحتوى. طب جميل، شكرا. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لحضراتكم ان احنا مش هنقف عند فكرة التعريف، لان التعريف ممكن على اليوتيوب تلاقيه منتشر، لكن تعالى حضرتك على الميكانيزم، الطريقة، الحاجة اللي لو انا عرفتها في المحاضرة دي يبقى شكرا جدا، انا كده اقدر اكتب محتوى. فعشان كده كان عنوان المحاضرة Content Marketing Key Concept. تعال نشوف ايه الكي كونسبت. عندي 6 حاجات لازم تاخد بالك منها. اول نقطة هي الـ Content Marketing Goal. يعني ايه؟ اولا انك تكون بتعمل Lead Generation، فده معناه انك هتستخدم اسلوب معين في كتابة المحتوى علشان وانت بتسوق المحتوى ده يقدر يعمل Lead Generation. Lead Generation انا اجيب عملاء يشتروا، عملاء يدفعوا، حد يعمل شيء معين انا محتاجه، تمام؟ رقم 2 Brand Awareness. البراند Awareness معناها ان حضرتك بتعرف الناس بالبراند ده، وكلمة البراند Awareness تنطبق على اي شيء في الكون، كل حاجة في الدنيا هي براند. حضرتك براند، الكلام بتاعك ممكن يكون براند، الوقت اللي انت بتستغرقه في عملك ممكن تسوق له از براند. انت متخيل كل شيء في الدنيا هو براند. فلو عايز تعمل براند اويرنس تقدر تستخدم الكونتنت ماركتنج. كذلك الصوت ليدرشيب. الصوت ليدرشيب معناها ان حضرتك عايز تقول حاجة معينة الناس مستنية تسمعها، عايز تتكلم في موضوع معين الناس منتظرين يفهموه منك، فتقدر تستخدم الكونتنت في انك انت توصل لهم، وانك انت تخاطب الاماكن اللي في مخهم اللي منتظرة تسمع الكلام ده، تمام كده؟ لحد الان انا بقولكش ادخل على يوتيوب او ادخل على فيسبوك واعمل كذا عشان تبقى كونتنت رايتر. انا مش جاي اعلمك ازاي تبقى كونتنت رايتر، انا عايز اقول لحضرتك لو هتستخدم الطريقة دي هتراعي ايه علشان فعلا تبقى بتعمل content marketing. كذلك بتستخدم في customer relation او في customer retention او في حاجات كتيرة جدا على فكرة، يعني كل التسويق ممكن يعتمد فقط على a piece of content. يبقى في الاول حط الجول وبعد كده كمل معي. الاودينس، مين الاودينس اللي انت رايح لهم؟ مين الجمهور اللي انت بتتكلم معاه؟ make sure about subjects، ايه الموضوع اللي بتتكلم فيه؟ حدده قوي، ما تبقاش عايم في كلامك، ما يبقاش المواضيع داخله في بعض، ما تبقاش تتكلم في موضوع وتدخل معاه موضوع تاني. طيب تون، طبعا انت يمكن تاخد بالك احنا خلاص بقينا 10 اهو، يعني 7 محاضرات، قدرت تفهم التون اللي انا بتكلم بيه. يعني ايه التون اللي انا بتكلم بيه؟ حضرتك بتتكلم بتون حماسي ولا بتتكلم بتون هادي فوق الوصف، ولا بتتكلم بتون مستهزئ، ولا بتتكلم بتون متعالي؟ بتتكلم بأنهي تون يتناسب مع مين في الناس اللي بتتكلم معهم دول؟ دكتور الجامعة بيسمع منك تون لازم يكون متناسب معاه، الطالب اللي لسه فريش في سنة أولى في الجامعة مختلف تماما التون بتاعك معاه غير الطالب بتاع ثانوي، كذلك اللي بيشتغل بإيديه غير اللي بيشتغل بدماغه بيفكر. خد بقى كل كلامي ده وحوله الأودينس. انت متخيل حضرتك محتاج تكون بتعمل ايه في الكونتنت ماركتنج تون علشان توصل للناس المختلفة دي؟ اهو التون بتاع حضرتك ده كريتيكال جدا لدرجة انه ممكن يبوظ فئة تماما منك او يحبب نفس الفئة دي فيك تماما. خد بالك من التون. كمان الستايل، الستايل اللي ممكن الناس تتقبله منك. بمعنى ايه؟ ممكن حضرتك تيجي على فيديو مثلا بيس اوف كونتنت، على فكرة الفيديو هو كونتنت، وانك تعمل ماركتنج بالكونتنت دي هو ده الكونتنت ماركتنج. انا بقيت كلام تاني اهو. طيب تدخل على فيديو، الفيديو ده مكتوب عليه اسهل واسرع طريقة ربح من الانترنت، اكسب 10,000 دولار في اليوم. انا مش من الناس اللي ممكن تدخل على فيديو تتفرج عليه لو كان ده عنوانه، يعني انا بقول لكم هو اعتراف، اي حد بيتفرج عليه دلوقتي بيحب النوعية دي من التايتلز اتفضل، في جمهور بيسمع الكلام ده،
انا مش منهم. فعمري ابدا ما الستايل ده في تقديم المعلومه هيمشي مع الفئه اللي شبهي، واعتقد انا في فئه شبهي كتير. احنا في مصر بس، مش في الوطن العربي، في مصر بس احنا 100 مليون، فاكيد في مليون شبهي ما بيحبوش الطريقه دي في الكلام. يمكن جدا التون والستايل اللي انت مستخدمهم يكونوا متناسبين مع حد اخر. شكرا. لو انت مترجته بجد وحطه فعلا هو الاودينس بتاعك، انت كده اخترت حاجه سليمه في وقت سليم بطريقه سليمه وانت متناسب معاه. اما انك انت تتصور ان اسلوب واحد وطريقه واحده تنفع مع كل الناس، دي كارثه ترجعك لورا 100 خطوه. يبقى سريعا الست حاجات اللي عايزين نبقى عارفينهم في الكونتنت ماركتنج. اول حاجه الجول، ايه هدفك من اللي انت بتعمله ده. رقم 2 مين هم الاودينس، واختيار التون والسبجكت والستايل في طريقه كلامك، في طريقه عرضك، في اسلوب كتابتك. بالمناسبه انتشر مؤخرا فكره ان الكتابه هي المحتوى. ده خطا فادح. الكتابه مش بس هي المحتوى. البوست المكتوب محتوى، البوست اللي بصوره من غير كتابه محتوى، البوست اللي بصوره وكتابه محتوى، الفويس نوت هي محتوى، الفيديو محتوى، كل شيء مرئي مسموع هو محتوى. لو اعتبرت ان شيء واحد هو كونتنت او محتوى، يبقى حضرتك بتهمل بقيه انواع المحتوى. رقم 3 the value of the content. وبنفس المثال الشيق الرائع بتاع اكسب 10000 دولار في 5 دقائق، هقول لحضرتك ان ده ما عندوش اي فاليو. بمعنى ايه؟ لو حضرتك دخلت علشان تتفرج على حاجه من النوعيه دي ولقيت ان الفاليو اللي جوه صفر، اندر استيميتد، مش زي ما انت متوقعها، مباشره this piece of content is failed. انتهى خلاص، هي مش موجوده، واللي عمل لها كريشن مش موجود، ومستقبله في انه يكمل ضعيف. يبقى حضرتك عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان المحتوى اللي انت بتقدمه طول ما الفاليو بتاعته عاليه، القيمه المضافه عاليه، يبقى حضرتك ببساطه جدا مستمر وبتقدر تعمل كونتنت ماركتنج مع مراعاه النقاط طبعا. اما لو المحتوى صفر او ضعيف، شكرا، مستقبل حضرتك في الماركتنج بينهار. فاحنا بنقول ان الفاليو اوف ذا كونتنت از ات سولفينج ا بروبلم، هل انت بتحل مشكله معينه، بروفايد امبورتنت انفورميشن، هل انت بتقول لي معلومات مهمه بالنسبه لي كاودينس، كحد من الجمهور، طب هل هي بتعمل انسبايرنج، هل هي بتحفزني لشيء معين، هل هي انترتيننج، لذيذه بتفرج عليها بتبسط، شيء كوميدي مثلا. كل دي اشكال من الفاليوز. حدد حضرتك انت عايز تقدم انهي اتجاه من اتجاهات الفاليو او من اتجاهات المحتوى اللي انت عايز تقدمه. اسال كمان سؤال مهم قوي، يا ترى الناس ممكن تعمل سيف للبوست بتاعي؟ البوست ده محترم لدرجه ان الناس تقول لا استنى، ده انا لازم احفظه عندي عشان هرجع له بعدين. هل المحتوى ده يستاهل انه يتعمل له شير؟ هل هو الناس بتعمل عليه لايكس؟ وهنا هقف عند نقطه مهمه، الفرق ما بين ان هو عنده فاليو لدرجه الناس عملت لها لايك، وبين ان يبقى حضرتك بتدور على اللايك. الفرق الكبير ده ما بين انك انت بتقيس نجاحك باللايكس، او انك انت شايف ان المحتوى بتاعك يستحق هذا الكم من الاعجاب. دي كانت النقطة التالتة. النقطة الرابعة بتقول the content writer. طب ما تيجي نرجع للتلاتة اللي فاتوا عشان ما تنساهمش. كنا بنقول ايه في تلات نقط دول؟ goal, audience, value. رقم 4 بنقول the content writer. مين بقى حضرتك اللي هتدي له الامانة دي عشان يبدأ هو يبقى امين عليها ويحفظها فيكتبها صح؟ سؤال صعب جدا جدا جدا، واجابته حتى مش عندي. مين اللي ممكن يكتب محتوى؟ مين اللي ممكن يلقي محاضرة فيصورها فيبقى محتوى؟ مين اللي ممكن يصمم تصميم فيتحول لديزاين فيبقى محتوى يؤدي المعنى ويوصل الرسالة ويكون بيعمل ماتشنج مع طريقة تفكيرك في الخطة الأصلية للماركتنج بتاعتك؟ ايه ده كله؟ دي أهمية الكونتنت رايتر، دي أهمية ان يكون في حد بيكتب محتوى، بيقول محتوى يكون محترم، عنده فاليو، بيقدر الجول او الهدف اللي هو رايح له، عارف يختار التون كويس بتاعت الاودينس بتوعه، عارف يختار الستايل الصح اللي ممكن يقدم بيه محتواك. لذلك انت عندك مشكله كبيره جدا لو ما كنتش عارف تختار الكونتنت رايتر. بنقول هنا make sure that you have the perfect content writer before you start. اوعى تبدا في حاجه الا لما تكون عارف ان اللي كاتب الحاجه دي كاتبها صح، مظبوط، يؤدي المعنى والرساله. رقم 5، النقطه الخامسه، بنقول content type. ايه ده، هو في types من الكونتنت؟ طبعا، تعالوا نشوف. A blog post is a piece of content. Facebook image is a piece of content. Slide share presentation is a piece of content.
infographic, video, online game, etc. Everything you can see online is a piece of content. قطعة المحتوى دي إما إن هي تحفزك لشيء أو إن هي تثبتك وتقلل من قدرتك على الشراء أو تبعدك عن حاجة معينة. رقم 6 والأخيرة هي design and distribution. design لإيه؟ السؤال تاني، design لإيه؟ لو السؤال مش كده، لو السؤال مش من جزئين كده عندك، يبقى لسه فيه مشكلة. أي تصميم هو تصميم لمحتوى، التصميم هو تصميم لمحتوى، مش هو في حد ذاته المحتوى. انا مش باخد من حضرتك التصميم از ان هو piece of content، لا، ده container، حاجة بتحتوي هذا المحتوى. يبقى لما تفكر في التصميم ما تفكرش في المصمم الشاطر اللي يعمل حاجة شكلها حلو، فكر في المصمم الشاطر اللي يبين رسالتك صح، اللي يقول للناس اللي انت عايز تقوله بشكل جميل. شفت بقى التصميم موقعه فين في التسويق؟ تعال نكمل. هنا النقطة الأولى بتتكلم عن النقطة الأولى في الديزاين والديستريبيوشن، بتتكلم عن الديستريبيوشن بقى. احنا فهمنا ان الديزاين هو كونتينر ظريف لمحتوى المفترض ان هو لو فاليو. تعال بقى حضرتك اقرا الجملة دي معايا كده، بنقول ايه؟ No matter how great your content is if no one find it. يعني حضرتك عملت كونتنت رائع جدا، انا سجلت فيديو زي ده وشايف ان هو حاجة كويسة وان فيه محتوى رائع وكلا بلا بلا، اوكي عملت فيه الفيديو ولا حاجة، حفظته على الجهاز بتاعي، شكرا. امال حضرتك محتاج تنفع بيه مين؟ بلاش تنفع بيه دي، محتاج مين يشوفه؟ مين الاودينس اللي منتظرين جملتين زي دول؟ الفاليو اللي انت حطيتها في فيديو، الفاليو اللي انت كتبتها في بوست، حضرتك حطيتها في انهي مكان؟ نشرتها عند مين؟ بنرجع للاودينس تاني؟ اه بنرجع للاودينس تاني، بس هنا بقى من وجهة نظر الديستريبيوشن، بتنشر شغلك فين؟ في انهي اماكن؟ عند الناس الصح ولا عند الناس الغلط؟ بتنشره اصلا ولا لا؟ بتنشر كلامك ده بشكل معقول يتناسب مع حجمه ولا غير لائق للمحتوى؟ النقطه الثانيه بنقول identify the important keywords your audience will use to find your content. ودي نقطه يمكن تربط شويه مع الموضوع بتاع الاي سي او اللي هو السيرش انجن اوبتمايزيشن. بالمناسبه انا ما بحبش اقول سيو، يعني كلمه سيو ما مش بستصغها، يعني SEO هي اسمها SEO ما اسمهاش SEO، ولكن ده الموضوع كده جانبي دخلته في النص يمكن ملوش لازمة بس بلطف بيه الجو شوية. Identify the important keywords your audience will use to find your content. يعني حضرتك وانت بتنشر الكونتنت ده شوف الكيوردز اللي هتستخدم. يا ترى وانت بتتكلم عن مثلا المسرح وعملت مقال عن المسرح، هيستخدم انهي كيورد؟ حاجات ريليتد للموضوع ولا الموضوع ماشي عشوائي ولا النقطة المهمة اللي انا عايز اقف عندها ايه بقى النقطة المهمة؟ حضرتك تدخل على تويتر تلاقي ان المحتوى بيتكلم عن لانسز مثلا للعيون وحاطط قضية خاشقجي. حبيبي انت بتعمل ده ليه بس؟ ارجوك يعني انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل جامب اوفر على حاجة نوت ريليتد اصلا. هو عمل جامب اوفر دلوقتي على الهاشتاج، شكرا، الهاشتاج ده منتشر، انا موافق، بس انتشاره لا يعني انه هو ريليتد ليك. يعني ارجوك بلاش تعمل كده في الماركتينج، امشي شويه عدل وحط كل شيء في مكانه الصحيح وفي نصابه. الاقي ان المنتج بيتكلم زي بقول لك كده عن الاي لانسز واخد لك كل الهاشتاج الترندي بصرف النظر هي محتواها يتناسب ولا لا يتناسب. ما تخبطش نفسك في حيط انت شايفه، اقف قبل ما تتخبط فيه وراجع نفسك، هو انا كده اتصرفت مظبوط ولا المفترض بي اعمل ايه؟ خدت بالك؟ نكمل. اخر شيء بنقوله في الديزاين اند ديستريبيوشن بنقول make sure the design provides a great user experience. great user experience، وهنا زي ما قلت لك جملة من شوية، انا مش عايز اهم ديزاينر في العالم يعمل لي اهم ديزاين في الدنيا للكونتنت، بس عايز ديزاينر شاطر يوصل رسالتي صح ويطلعها للناس بشكل لائق يتناسب مع حجم المحتوى ده والفاليو بتاعته. ده كان الست محاور اللي حضرتك لو اعتبرتهم خدتهم في اعتبارك وانت بتكرييت يور كونتنت، صدقني هتطلع كونتنت محتواها رائع جدا وواصله لناسها مظبوط والتون بتاعها مظبوط وكمان افكتيف جدا في العمليه التسويقيه بتاعتك. شكرا لكم جدا، كان معكم محمد عزيز، نتقابل ان شاء الله في المحاضرة رقم 8 من كورس ديجيتال ماركتينج فاندامنتلز. اشوفكم على خير، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.